طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. مع ارتفاع أسعار النفط، هل سيتم تعديل سعر الصرف، صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي؟ دعونا في البداية نتابع هذا التقرير المصور الجرافيك حول خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فلنتابع. ارتفعت أسعار الطحين والخبز في العراق نتيجة خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، وفاقم الأوضاع سوءا اعتماد الحكومات في العراق منذ عام 2003 على استيراد الحبوب من الخارج وإهمالها قطاع الزراعة بشكل كبير. زين، شنو الإصلاح اللي سووه؟ سووه سبب ارتفاع سعر الدولار، وانعكس انعكاس كبير على الطبقة الفقيرة تضررت بالعراق. فهذه الحكومة ما تدعم أي شيء، الحكومة تدخل بالأشياء السلبية ضد الناس. وزارة الزراعة الحالية بررت تقصيرها بدعم مزارعي الحنطة والشعير بنقص الدعم الحكومي لها وقلة الواردات المائية. حقيقة تم رفع الدعم بشكل شبه كامل حقيقة لكل معظم مدخلات القطاع الزراعي، وبالتالي سبب مشكلة للفلاحين والمزارعين. قلة الواردات المائية حقيقة أثرت سلبا على تناقص كميات المساحات المزروعة، فضلا عن تقليص الخطة الزراعية إلى 50%. أصحاب الأفران اشتكوا من عدم التخطيط الحكومي ومن خفض سعر صرف الدينار، ما أدى لارتفاع أسعار الطحين وأجبرهم على رفع أسعار الخبز. تأثيرات سلبية، أولا عدد الصمونة غل، ثانيا العمال الكادر العمال هم نفس الشيء، لان ما بيها قام يصير ما بيها ربح، لان الطحين هو الاسمر حاليا ب40، بينما باقي الافران تشتغل ابيض ومستورد. واولا يعني صعود دولار وصعود طحين من 2003 لحد هسه، يعني ماكو اي خطه او مشروع جدي لتغيير الوضعيه. يعني بدل ما نستورد احنا طحين، المفروض من وزاره التجاره تفعل المصانع اللي عندنا اللي هي دوره وغير دوره. ووسط تحذيرات من تفاقم أزمة الطحين والخبز بسبب خفض سعر صرف الدينار والتراجع في إنتاج الحنطة لقلة المياه وتراجع معدلات تساقط الأمطار، يبقى العراقيون ضحية الفشل الحكومي الذي تفاقم وبات الفقراء على رأس ضحايا. طبعا تخطي أسعار النفط لعتبة $90 أمريكيا للبرميل الواحد، لكن ما المانع مع رفع
قيمة الدينار العراقي أو رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي وخفض السلع الغذائية وعلى رأسها مادة الطحين. طبعا في ديسمبر كانون الأول من عام 2020 حكومة الكاظمي قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها لمعالجة ما أسمت أزمتها المالية لسد العجز الحاصل في موازنتها وتنفيذا لبنود الورقة البيضاء كما سمتها في ذلك الوقت التي جاء بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومن بينها خفض قيمة العملة المحلية الدينار العراقي بواقع 1450 دينار للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار للدولار الواحد. طبعا للمرة الثانية وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية. الأمانة العامة يوم أمس تحدثت في بيان لها لمجلس الوزراء بأن الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية المختصة بمراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين ومحاسبة المقصرين. طبعا نفس الدعوة أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي العام الماضي، لكن الأسعار بقت على حالها مرتفعة والمواطن لم يلمس أي شيء من دعوة رئيس الحكومة بمراقبة أسعار السلع والبضائع أو محاسبة المقصرين. طبعا يعزو مراقبون بأن الفشل والتخبط الحكومي بالسياسات المالية في العراق وقرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار يعني لعب دورا كبيرا في ارتفاع أسعار الطحين والمواد الغذائية مع بقاء سلم الرواتب على ما هو عليه، وتضاعفت أعباء المواطنين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، يعني مع ارتفاع أسعار النفط اليوم سعر برميل النفط تجاوز 90 دولارا للبرميل الواحد، شنو المانع بأنه يرجع صرف الدينار العراقي على 1200 قبل قرار البنك المركزي؟ تفضل أخي عبد الرزاق. حياك الله دكتور عمر. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. أكو قول للإمام علي السلام الله عليه السلام. يقول الخير بالخير والباب أكرم والشر بالشر والباب أظلم. فيا دكتور دولة كلهم شر من يوم اللي إجوا لحد هذا اليوم، فما شفنا من عندهم أي خير. بالنسبة لارتفاع الدولار وانخفاضه، هي كلها أغراض سياسية، هاي ملاطحات بين الأحزاب السياسية لخداع المواطن الضحية. خلوا من المواطن الفقير هذا البائس هو ضحية لصراعاتهم، وإلا شنو يعني لحد الآن الدولار هو اللي مرتفع. انت اذا ترجع يعني تاريخ العراق الحديث يا دكتور، كان المسؤول عن وضع الاقتصاد شخص يهودي من راضي يحسب الدينار العراقي بالعمله الاجنبيه، خلى العمله العراقيه هي الاقوى، لانه كان ذاك الشخص شخص يحترم بلده ويحترم سمعة بلده، لكنه دولة يا دكتور غرباء ودولة عملاء وخونة مرتزقة، فما يهمهم انخفاض الدينار صعد الدولار، أهم شيء هم يرضون الجهات اللي هم ينتسبون إلها وينتمون إلها. وإلا تعال يعني ادعوا هم بأنه بالورقة البيضاء اللي إجا بها الكاظمي نتيجة الوضع الاقتصادي اللي قال يعني راح يضر البلد، فإحنا لازم نرفع الدولار. أعملنا وقلنا هذا ما يحدث إذا كان هذا الشيء يفيد البلد ويحافظ على احتياج للبلد وافقنا، لكنه هسه تعال شوف النفط سعر البرميل مال النفط صعد، يعني تأدري بالصعب سعر البرميل غير خفض الدولار، لكن اللي يشتغلون مصالحهم يا دكتور
والضحية هو المواطن. العام الماضي مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة أخي عبد الرزاق دعا إلى الأجهزة المختصة إلى مراقبة الأسواق، أسعار السلع الغذائية، محاسبة من يقوم برفع هذه الأسعار. البارحة عاد الدعوة مرة ثانية وأصدر مجلس أمانة مجلس الوزراء بيان كذلك على نفس الدعوة. من العام لحد اليوم الأسعار بارتفاع، لم يتغير شيء. وين هلا دعوة رئيس الحكومة بمراقبة أسعار السلع في الأسواق العراقية العاد؟ أولاً هذه مسؤولية الأمن الاقتصادي ومسؤولية الأجهزة الأمنية، لكنه هو من كل يعني كل الأمور اللي هو يحاول يتصدرها ويحاول يخلق نفسه فتصدى أو فتسمعة لترشيحه لمنصب آخر أو تجديده لدورة أخرى. فهذا هذه القرارات اللي جاي ترى هي قرارات متخبطة يا دكتور، يعني هو ما يعرف حتى القرار اللي يتخذه، وإلا هي هذه قرارات المفروض الأمن الاقتصادي هو اللي يتابع السوق ويشوف الأسعار، لكنه للأسف الشديد ما عندنا إحنا رجال دولة اللي رجال دولة أو رجال سياسة اللي يقودون البلد. فمثل هذا الشخص هذا دائما يتخذ من القرارات مالته أغراض دعائية لنفسه لا أكثر ولا أقل. وإلا تعال يعني صار الطحين اليوم بيش يعني الإنسان فقد ما يقدر، فهم ما يشتغلون لأجل المواطن العراقي هذا الشهر، دول يشتغلون مصالحهم ولأعزابهم. يعني احنا صارنا تقريبا 18 سنة عرفناهم شنو هم، اجوا بغايات يعني تخدم مصالحهم وأعزابهم، ما يخدمون هذا البلد لأنهم يعني يحقون كل الزين، هم غرباء عن هذا البلد، وهم يعني أول وآخرا هم مرفوضين من الشعب وينتظرون كل الزين ويعطون كل الزين بأنه ساعة إن شاء الله آتي لقنعهم من الجذور. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من باب الكلام معنا. أبو عراق من الأنبار، أبو عراق سعر برميل النفط اليوم ارتفع إلى أكثر من 90 دولار للبرميل الواحد، شنو المانع بأنه الحكومة ترجع صرف سعر الدينار العراقي على ما كان عليه 1200؟ عليكم أخوي أستاذ عمر. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. برميل النفط إذا سير مقابله يبيعون برميل ذهب ماكو فائدة أستاذ عمر، الله يخليك. هاي لعبة سياسية، هاي لعبة بيناتهم. أنت منزل لي على السوق، مو أنت الشغلة بيدك يا مصطفى الكاظم، بيدك الشغلة عم. ماكو ناس تقدر تدير هاي الأمور يا أستاذ عمر، مو أهلنا هم دولة، كلهم مو أهلنا. هاي في رجال تقعد تفكر بالشعب؟ بالله عليك هو أكو واحد جاي يفكر بالشعب؟ يعني صعود الدولار والرواتب بقت هي عم المضرر الشعب يا أستاذ عمر. احنا من اللعب علينا 19 سنة، وهم الحكومات المتعاقبة هم يديرون بلد. أستاذ عمر أسألك بالله علي، أنا من خلال هذا المنبر أوجه الكل واحد براسه غيره وشريفه اللي يعين أخونا هذا أبو أحمد اللي يومية يناشد يريد يسوي عملية الإبرة لأخذ بالعمارة. من خلال هذا المنبر يعني أنتوا يا برلمان يا حكومة بعدكم غيره، وجاي يناشدكم يقولكم بالله عليكم والله أموره تعبانة، ولكم غيره ما عندكم، أنتوا ما تستحون ما تخجلون، ولكم كافي بو سعد عمر. إذا سمعت لي المحاسبة، إذا مو الشعب يحاسب ماكو فايدة، كيف تحاسب؟ هم كلهم حرامي يا سعد عمر، كلهم حرامي يا سراق لولا. أنا أشكرك أبو عراق من الأنبار كان معنا. طبعا كان من المقرر أنه يوم السبت الماضي أن يعقد البرلمان اجتماعا استثنائيا كما قال مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب لمناقشة سعر صرف الدينار مقابل الدولار وإمكانية إعادته إلى قيمته السابقة اللي كانت سائدة قبل الأزمة المالية واللي دفعت الحكومة قبل أكثر من عام إلى خفض
قيمته من 1200 دينار إلى 1450 دينار للدولار الواحد. عضو تيار الحكمة محمد اللكاش قال بأن خفض قيمة الدينار العراقي كانت إجراء اضطراريا في سبيل توفير السيولة المالية للخزينة العراقي وتوفير رواتب الموظفين خلال العام ونصف العام الماضيين، لكن ذوي الدخل المحدود من غير الموظفين تأثروا كثيرا. وأكمل في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن العراق خرج من أزمته المالية وتراجعت الإجراءات الوقائية مع فيروس كورونا، كما أن أسعار النفط تعافت بشكل كبير، بالتالي فإنه بات من الضروري إعادة سعر الدولار إلى قيمته السابقة. لكن البرلمان أخفق بأول استضافة حاول إجراءها مع وزير المالية علي علاوي بناء على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي المنتمي إلى التيار الصدري، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن، وامتنع الوزير عن الحضور ما دفع حاكم الزاملي إلى التلويح بمنعه من السفر. طبعا الوزير رد على استدعائه إلى البرلمان برسالة طويلة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رفض فيها طلب الاستضافة، واعتبر بأن استدعاء إلى البرلمان جاء نتيجة تغريدة لمقتدى الصدر، وشدد على أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء كما قال لكرامة الحكومة أو لكرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي على حد تعبير وزير المالية علي علاوي. معنا اتصال أبو علي من واسط. أبو علي، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وتجاوزها إلى أكثر من 90 دولار للبرميل الواحد، ليش لغاية الآن الدينار العراقي مخفض أمام الدولار الأمريكي؟ ليش ما يرجع على 1200 دينار مثل ما كان قبل قرار البنك المركزي العراقي؟ السلام عليكم أستاذ محمد وعمر، معك أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك، ومساء خير لمشاهدينك ومساء خير لجمهور. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إحنا مو العراق مو يعني مو صيرفة حتى الدولار يصعد وينزل. الحكومة صح أخذت هذا القرار بتخفيض قيمة الدينار، هذا حتى شنو حتى تقلل قيمة العجز بموازنتها، هو قرار صحيح؟ لا طبعا هذا مو صحيح، لأن ما نفذت تبعات هذا القرار. يعني كان المفروض هم حددوا 5 سنوات لهذا القانون، بس ال5 سنوات يعني شنو هم اللي سووه؟ المفروض مع ارتفاع برميل النفط، واليوم وصل ترى 99 تقريبا وراح يتجاوز 100 على الأزمة الأوكرانية الروسية، المفروض ان الدولة اولا تخصص الفرق اللي كان يعني قيمة الدولار او قيمة برميل النفط في الموازنة العامة للدولة كانت على 46 دولار برميل النفط، على اساسها حسبوا الايرادات الموجودة. المفروض المبلغ الزائد هذا يطفون من عنده ديون ويستثمرون مبلغ جزء من عنده وجزء يخزن في البنك المركزي. زين الاستثمار وين؟ المفروض هو ليش يعني رفعوا قيمته استاذ محمد؟ رفعوه حتى اساسا يزودون ايرادات البلد. زين ايرادات البلد لحد الان هي بس نفطيه. المفروض هم اساسا يزودون الايرادات عن طريق تشجيع الزراعه ويتعاونون مع الدول الجوار حتى يطلقون المال، تشجيع صناعه البلد، فرض الضرائب على الاحكام على المداخل الحدوديه اللي اساسا هي الان منهوبه من قبل الاحزاب، كذلك السيطره على سعر العمله داخل البلد عن طريق المصارف الاهليه الموجوده اليوم، اللي هي مصارف هذه اكثر من 70 مصرف اهلي اساسا هنا مجرد لعمليه غسيل اموال للفاسدين في العراق ولصالح ايران وصالح الدول الجوار. فالدوله ما اخذت ترتيبات كذلك، يعني حتى من اكيد من من ينخفض قيمه الدينار العراقي راح ترتفع الاسعار. لان الدوله شنو الاجراءات اللي اخذتها حتى تخلي الاسعار ثابته داخل البلد؟ هسه هي الاسعار ارتفعت، يعني هناك من السلع ما تجاوز 20% من قيمته قبل خفض قيمه الدينار، ورئيس الحكومه البارحه طلع ببيان وجه الأجهزة المختصة بمراقبة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، والعام الماضي هم نفس البيان، ما اختلف شيء. ما يقدر تريد أن هذا المسألة ذكرتها حضرتك
هي نفسها نسبة تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار. المفروض هو أساسا يدعم السلع الموجودة داخل البلد، ووزارة الداخلية تكون بمراقبة على الأسعار ومراقبة التجار والمخازن الموجودة. الثانية، أنت لو فرضت ضرائب، لو فرضت ضرائب على المراكز الحدودية وضرائب حقيقية، أنت راح بالأساس راح تزيد عندك إيراداتك. كذلك أنه توفير الحصة التموينية اليوم للمواطنين وتكون ثابتة مو متقطعة على المواطن. هو اليوم كأعتقد طلع قرار راح يوزعون حصتين برمضان، يعني حالة أبو العدد راح يوزع عدد. يعني شنو توفر أنت حصتين لشهر رمضان لشهر أربعة بعد هذه الأسعار بشهر؟ هذا الناس تموت من الجوع. هذا مو حل، هذا اسمه حلول ترقيعية. لأن الدولة أساسا للأسف اليوم بيد السلاح مو بيد ناس اقتصاديين. أنا صح يعني أنا من يعني هو تسمى أستاذ محمد نقطة التعادل بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي، بين إيراداتنا وبين مصروفاتنا. إحنا أساسا دولة اليوم بس مستهلكة، أتوقع إحنا نستهلك الخضروات والفواكه كلها من برا، ما جاي نزرع، لأن الدولة أساسا ما منطية اهتمام، بس منطية اهتمام لمن؟ أطيع المشاريع الوهمية الموجودة بالبلد اللي ما تدر أي إيرادات. اليوم العراق انقلب المولات، حتى الأراضي الزراعية انقلبت إلى منازل. يعني دولة ما مهتمة بإيرادات بلد. يعني العراق بعد حوالي 10 سنوات راح يروح للهاوية، والسبب سبب 19 سنة من حكم فاسد، حكم أحزاب. اليوم يدورون أغلبية وهم مو يم الأغلبية، نفس الشيء المحافظة راح يتوزعونها بيناتهم. زين، دعوة إرجاع الدينار العراقي على ما هو عليه من قبل يعني التيار الصدري، هناك من السياسيين من النواب من المراقبين اعتبروها بأنها خطوة سياسية وليست يعني تصب في مصلحة المواطن، وهذه الكتل كلها وافقت في ذلك الوقت وصوتت على خفض قيمة الدينار العراقي. لأن كلهم مستفادين من خفض قيمة الدينار العراقي، وحتى الآن هذا ماكو، أمس يمكن صار 136,000 دولار، هم نفسهم استفادوا وخلوا الناس تبيع الدولار اللي عندها، واليوم راح اليوم يمكن رجع وباكر راح يرجع نفس القيمة بالضبط. هذا بس استهلاك إعلامي، لأن الأستاذ محمد اليوم آخر تفكير وهم للأحزاب هو المواطن العراقي. يعني انت الان سيد مقتدى شنو متصدر المشهد؟ شنو يريد يحارب الفاسدين؟ ليش التيار الصدري مو فاسد؟ انت 18 سنه بالحكم و18 سنه الوزراء يوم ساعه تسحبهم ساعه تردهم، مو فاسدين؟ حاسبت واحد من عندهم؟ هذا الاعرجي الموجود ما حد يقدر يحاسب كلهم، ما اذكر اسمائهم، كلهم موجودين ما حد حاسبهم. نور المالكي باع البلد ما حد حاسبه، ومن وصل نور المالكي بالحكم؟ مو انت سيد مقتدى؟ عناد الجعفري انت طلعته؟ من اللي اسس الميليشيات؟ مو انت؟ انا اشكرك ابو علي من وسط، كان معنا ابو علي من الناصريه. ابو علي، شنو المانع انه اليوم سعر برميل النفط اكثر من 90 دولار؟ ليش ما يرجع الدينار العراقي على وضعه قبل قرار البنك المركزي اللي خفض قيمه الدينار وخلاه ب 1450 بدل ما كان ب 1200؟ الله يسلمك استاذ عمر، شلونك؟ شلون زين؟ الله يخليك. يا هلا بك. الله يسلمك. شوف استاذ عمر، هاي شوف الصعد النفط والنزل وماكو، هذا كله لهم لعيالهم هم ذولا، ماكو متفقين بيناتهم زين، هم هاي اتفاقيه هم بيناتهم اصدقاء، وهذا يكذب. وهذا شوف شوف مصطفى الكاظمي بيطلع ماكو يا من حاسب يكذب كلاوات، الله وكيله كلاوات يعني شوف من حاسب اللي تجار هاي روتين زي قدام هم من جوا العباية بقول ذولا ناس مجرمين، ها ناس مجرمين. شوف ذولا، شوف الورقة اللي شفها الجارفة، هو مثل لك الورقة البيضاء قال أقول الجارفة، عرفت؟ ذولا ناس مو مالكم زين، ناس هم ذولا زين فاسدين وحرام بيها زين، وناس مجرمين زين ومشاريع. نعم، أبو علي من الناصرية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ارتفاع أسعار النفط، فهل سوف يتم تعديل سعر صرف الدينار العراقي؟ نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد. طبعا يوم السبت الماضي خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب وزير المالية بكتاب رسمي طالبت بالحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة موضوع تهريب العملة وسعر الصرف، فضلا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة، لكن وزير المالية لم يحضر، ومن ثم أكد لاحقا بوثيقة صدرت عن مكتبه بأنه غير قادر على تلبية طلب النائب الأول لرئيس البرلمان لحضور اجتماع ذلك اليوم. طبعا هو حاكم الزاملي في مثل هذه المهلة القصيرة وفي ظل هذه الظروف كما قال. طبعا ردا على عدم حضور الوزير، حاكم الزاملي أكد في تصريحات بأنه سيتم إصدار كتاب منع سفر بحقه، وحمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه. تابع سنعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة والسعر الصرف، وأضاف بأن وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارج العراق ولم يقدم أي شيء لهذا البلد وساهم بارتفاع ديون العراق كما قال حاكم الزاملي إلى 27 تريليون دينار في عام واحد. وأشار إلى أن وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن ولم تتخذ أي إجراءات للاستحصال على الديون لدى شركات الاتصال والأموال المهربة والفضائيين كما أسماهم، وأكد بأن لديه ملفات تدين الوزير وأيضا وزارة المالية. ليش ما تطلعها للعد؟ الحديث عن منع سفر وزير المالية أثار كذلك جدل سياسي، وعده النائب عن القوى الكردية أحمد حمد تجاوزا لصلاحيات البرلمان، وقال في تغريدة له: قرار منع السفر يصدر من الجهات القضائية وليس من البرلمان، وتساءل هل أصبح البرلمان جهة قضائية؟ وقال ساخرا: عش رجبا ترى عجبا ويحدثونك عن الإصلاح كما قال. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، ارتفاع أسعار النفط أكثر من 90 دولار للبرميل، لماذا لا يتم إرجاع قيمة الدينار العراقي على الأقل كما كان قبل قرار البنك المركزي 1200؟ طبعا كل اللي يجمع على ظهور الدبابات متفقين على تدمير اقتصاد العراق والبنية التحتية للعراق، والدليل هاي 19 سنة ما عندهم أي إنجاز يذكر لهم ويحسب بصالحهم، سواء الأحزاب أو الكتل أو الناس المعممين اللي داخلين بالعملية السياسية. فوزارة المالية وكل الوزراء المتعاقبين على هذا المنصب كلهم فاسدين، ما تم محاسبة أي وزير مالية، ولا حتى القضاء العراقي اللي يدعي أنه نزيه حاسب أي وزير بخصوص الميزانيات الانفجارية اللي شفناها 100 مليار 120 مليار 80 مليار، ارتفاع النفط الدولي العالمي لازم يأثر على الاقتصاد العراق، لأن احنا دولة مصدرة للنفط، واحنا ما يعني شلون مثل ما تقول وارداتنا كلها نفطية، فالمفروض المواطن العراقي يستفاد من هذا الصعود البرميل النفط. فشوفهم متفقين على تدمير هذا الاقتصاد البلد، متفقين كلهم، ولا عند وزارة المالية بهاي المصارف الأهلية اللي تم إنشاءها وكلها مصارف وهمية وشركات وهمية، وتم بيع الدولار لهم بصورة يعني غير طبيعية، فترة المالكي وفترة العبادي وفترة عادل عبد المهدي، من يضخون لدعم المصارف الأهلية اللي تأسست وهي كلها نعرفها الأحزاب تابعة إلى أحزاب رئيسية تدير العملية السياسية من 2003 ولحد الآن، مصارف كلها وهمية، وين القضاء عنهم؟ وين هاي الأموال اللي استلموها من عندهم ما يقارب 400 مليار دينار فترة المالكي تم بيعها إلى هاي المصارف الأهلية اللي ما يعرفوا لها لا أساس ولا صحة ولا إنشاء شركات حقيقية مالية، كلها كذب بكذب تابعة إلى أحزاب، والأحزاب ما تحاسب رؤساء المصارف. فوزير المالية كل وزراء المالية يعرفون الأموال وين تم صرفها،
يعني للاستيرادات اللي جاي يستوردها العراق ما بيها 150 مليار دولار، البقية الأموال وين راحت؟ يعرفها هو وزير المالية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن ذول جاي يتقاسمون بيناتهم. والدليل على كلام كل مواطن عراقي شريف يطلع يحكي عليهم، ما تم محاسبة أي فاسد. النزاهة وين؟ المفتشية وين؟ كلهم متفقين على سرقة البلد وتدمير البلد. ولا أنت ليش ما تدعم القطاع الزراعي يا وزير المالية؟ ليش ما تخلي خطة حقيقية لدعم الزراعة بالعراق في سبيل تقل هاي الصادرات عندنا من إيران ومن غير إيران، الدول المجاورة من المواد الزراعية؟ ليش ما تدعمون التجارة؟ ليش ما تدعمون الصناعة؟ متفقين على تدمير البلد وتدمير بنية تحتية شاملة، والدليل ما عندنا مصنع، لا أهلهم المصانع، بالعكس شفنا مصابيجي من سرقة الميليشيات المتعمدة. صباح أنت من بغداد، لمست شيء من دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظم المرة الثانية البارحة والسنة الماضية؟ دعا الأجهزة المختصة لمراقبة أسعار السلع ومحاسبة من يقومون برفع هذه الأسعار. أي محاسبة ماكو، أي محاسبة بالسوق، كل محل مو التجار، التجار ذولي محمين من قبل أحزابهم ومتابعين إلى مكاتب الاقتصادية للحشد. أي محل موجود بالمناطق الموجودة في داخل بغداد ماكو رقابة عليهم نهائيا، لا من وزارة الصحة لا من وزارة التجارة لا من وزارة الصناعة، المفروض كلهم تصير عندهم خلية ليتابعون السوق العراقي والمحلات ايش موجود بالمواد الغذائية مواد زراعية مواد صناعية، بالتاجر بكيف يبيع، وابو المحل ايضا صار اصبح بكيف يخزن ويبيع، والدولة ما تحاسبهم، لا تحاسب الصيدليات اللي تبيع بكيف الاسعار للأدوية، ولا تحاسب المواد الغذائية، التجار جاي يسوون ما حد يحاسبهم نهائيا، ماكو رقابة من وزارة مصطفى الكاظمي، والدليل ما قدم أي شيء ولا يقدر يسيطر على الانهيار اللي صار، صعود المواد الغذائية وأصبح بطل الزيت بأربعة وكيسة الطحين أصبح ب55 ألف. وين وزير رئيس الوزراء من محاسبة هاي المحلات والرقابة؟ والمفروض تفتر عليهم لجان بكل الموجودين، خليه يفتر على الشورج إذا يقدر يدخل للشورج ويشوف المافيات الموجودة. شو نشوف دعوة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان لاستجواب وزير المالية ورفض وزير المالية لهذه الدعوة؟ هناك من قال بأنها هذه الدعوة هي سياسية وليست تصف في مصلحة المواطن، لأن يعني كل هذه الكتل وبما فيهم نواب التيار الصدري في الدورة الماضية صوتوا على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. دكتور عمر، حاكم الزاملي فترة من فترات كل الحكومات المتعاقبة اللي راحت ان التيار الصدري عنده 4 مناصب وزارية، فترة العبادي 4، فترة حيدر 3، فترة المالكي 4، ليش ما حاسبهم الوزراء اللي تابعين للتيار الصدري؟ هاي كلها تصفيات سياسية بين الأحزاب، ليش هو ما يعرف وزير المالية الحالي تابع إلى حزب ومحمي من قبل هذا الحزب ورئيس الحزب يوجهه لا تروح؟ ليش البرلمان يدعون دعوة عادية لمناقشة الأزمة ووزير المالية ما يروح ما يحضر؟ ليه ما يعترف فيهم؟ ما يعترف بالبرلمان، والبرلمان ما يعترف بالوزراء وبالأحزاب، وصايرين بيناتهم صراعات سياسية لتصفية، صراعات كلها مزايدات. وكذلك لوح قال عندي ملفات تدين وزير المالية ملفات فساد، هو حاكم الزاملي ليش ما يطلع؟ حاكم الزاملي أيضا عليه ملفات فساد، من كان وكيل وزير الصحة، من كان يقتل بابناء السنة ويخطفهم من المستشفيات ويستغل سيارات وزارة الصحة من إسعافات ويقوم يخطف بكلها، وملفات فساد عليه، ناس لازمة على ناس ملفات فساد. أيضا حاكم الزاملي متهم، ليش ما يطلع هاي الملفات اللي يمتلكها للقضاء العراقي ويتم إجراء بحقهم إجراء قانوني رسمي؟ ليش هو سلطة قضائية في سبيل يهدد بيها؟ بدل ما تهدد انشرها على صفحة الفيس مال الحاكم الزاملي، انشرها على صفحتك، أو اطلع مؤتمر حقيقي وبين هاي الأوراق اللي عندك المستندات ضد اللي يتهمهم. هي كلها تصفيات سياسية لتشكيل الحكومة القادمة، يقول لك أنا الأقوى وأنا الأقوى، هم كلهم فاسدين ومشتركين بهاي الكعكة مال حنان الفتلاوي جاي يتقاسمون بيناتهم، وشوفهم متناحرين بالإعلام لكن بالخفاء هم متفقين على سرقة العراق. حاكم الزاملي أيضا متهم بالقتل ومتهم بالفساد ومتهم بالرشاوي ومتهمين بصفقات وهمية، وأيضا اللي يدعي عليهم أيضا هم ناس مو مبرئين. يعني أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد اسمعني، يا هلا بيك
أبو أحمد اليوم سعر البرميل نفط أكثر من 90 دولار، ليش ما يتم إرجاع قيمة الدينار العراقي لما كان عليه قبل قرار البنك المركزي إلى 1200 دينار الدولار يعني مقابل الدولار؟ أحسن أستاذ عمر. نعم تفضل أسمعك أبو أحمد. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو أحمد من البصرة. طبعا تحالف الإطار التنسيقي علق على موضوع استضافة وزير المالية واعتبر ذلك استجوابا سياسيا. عضو الإطار مختار الموسوي قال كان من المفترض على الكتلة الصدرية أن تجمع تواقيع 25 نائب على الأقل لاستدعاء الوزير لكي يكون الأمر قانوني ولا يحسب كقضية سياسية. أشار في تصريح صحفي إلى أن الوزير رفض الاستجواب لأن من يستجوبه هو حزب سياسي وليس البرلمان كما قال. بيان البنك المركزي حول سعر صرف الدولار اللي جاء بعنوان سعر صرف الدولار مستقر ولا توجد نوايا لتغييره على الموقع مثل ما راح نشوفه على الشاشة وراح نقراه، حيث صرح مصدر مخول في البنك المركزي الأحد يوم الأحد عدم وجود أي نوايا، نشوفه على الشاشة، عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي لا سيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية، وبأن النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 19/2 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم. وأهاب المصدر بالجمهور الكريم عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر، وأكد بأن البنك المركزي يمتلك احتياطات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي. إذن لا تغيير بسعر صرف الدولار بحسب بيان البنك المركزي في العراق مثل ما شفنا قبل قليل. معنا كيان من بغداد. أخي كيان، ارتفاع في أسعار النفط ليس وليد اليوم ولا قبل أسبوع ولا أسبوعين، صار له مدة واليوم عبر إلى أكثر من 90 دولار، صار له يعني أيام. ليش ما يتم إرجاع قيمة الدينار العراقي، رفع قيمة الدينار العراقي على الأقل مثل ما كان ب 1200 دينار لكل دولار أمريكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية حب واحترام لك وللكادر وهاي القناة الطيبة. يا هلا بيك، الله يسلمك. شوف أستاذ عمر، أستاذ عمر هسه احنا برميل النفط، برميل النفط لو يصير مليون دولار، لو يصير مليون دولار يبقى الشعب جوعان ويذلون الشعب، هاي وحدة. النقطة الثانية، هواي موانع، شنو المانع ما يرجعون صرف الدينار العراقي؟ أول مانع جارتنا إيران تزعل ما يصير، هاي وحدة. أمريكا تزعل، تركيا تزعل، هواي موانع معروفة، والمانع الأهم ما يردون الشعب يرتاح. ممنوع على أساس نتفق في الدولار، ما هذا الشعب راح يرتاح، راح شوية يتنفس، راح كذا، لا. والنقطة الرابعة، هم دولة هو اللي يرجع قيمة الدينار العراقي غير يكون عراقي، هذول مو عراقيين أستاذ عمر، هذول أساسا مو عراقيين، ولا ينتمون للعراق، ولا محسوبين على العراق أبدا. نهائيا دول مو عراقيين، دول لو عندهم عراقيه ولو عندهم وطنيه وصحيح يقولون احنا عراقيين ومن هذا الوطن، من هذا البلد، كان شافوا الفقره، كان شافوا الجوع، كان شافوا اليتامى، كان رجعوا النازحين الى ديارهم، كان شافوا الصحه، كان شافوا التعليم، كان شافوا الزراعه، كان شافوا الصناعه، كان شافوا دجلة والفرات، هاي النهرين المقبلات على جفاف، لا الله سهل، احنا ما شاء الله نتفائل، متفائلين دجلة وفرات راح مقبلات على جفاف. كان شافوا حياة العراق شلون المواطن، كان شافوا صنعة في العراق، صنعة في العراق هاي ما نشوفها، اختفت صنعة في العراق، راح، هاي كلمة كبيرة، صنعة في العراق اختفت. حتى وين ما تمد ايدك، ايراني، تركي، صيني، ماليزي، يعني هسه احنا صدق شذب عجزنا، هاي العراقيين، هذا العراق سد الثرثار بأياد عراقية خالصة 100%، موجود تقرير كامل تقدر تشوفه براحتك، كل حرية خالصة 100%، ما نقدر نتجنى منتوج جبن لو لبن، لا إله إلا الله، شو القصة صدق شذب
يا معود بيوت هسه بيوت بالعراق الله وكيلك ذول العرب والبيوت كل الاحترام لهم يسوون جمر عرب احسن من هذا الجبن واللبن وغيره المستورد قاعد يسوون بالبيوت يعني مو لهالدرجه بس هذول استاذ عمر زين هم بالبدايه اخي كيان قالوا بانه خفض قيمه الدينار العراقي هو من اجل توفير رواتب للموظفين احنا نحتاج مثل ما قالت وزاره الماليه يحتاجون 5 مليارات دولار لتوفير الرواتب للموظفين شهريا بنفس الوقت بقى راتب الموظف كما هو ارتفعت الاسعار اسعار المواد الغذائيه يعني تقريبا الطحين زاد الى اكثر من 20% من قيمته اكثر من 25 الطحين وهناك سلع 20% ورئيس الحكومه يوجه الاجهزه المختصه بمراقبه اسعار السلع ولكن على الارض لم يتغير شيء استاذ عمر نعم استاذ عمر رئيس الحكومه رجال لا حول ولا قوه ما بيده شيء هاي يوجه الجهات المختصه وهاي هاي الاحزاب بيناتهم المالك زعل وسيد مقتدى زعل ينهجم البلد ينتهي البلد راح البلد مو للهاويه يصير هو الهاويه نفسيته انا راح انطيك بيت دار موظف للعراق لا تسمح لي تغيرهم كلش تفضل شو يقول هذا شو يقول وصف هذا وصف دقيق للعراق يقول خرسه وخداها الروج غطاها للراس تصرخ بنص الليل وتحشم الناس وتحيه لك والكل طيب والكل شخص عنده غيره بالعراق كيان من بغداد كان معنا طبعا عضو اللجنه الماليه في البرلمان السابق احمد حمر رشيد قال بان الاحزاب اللي تطالب بتغيير سعر الصرف حاليا هي نفسها اللي وافقت على تغييره في اجتماع القاده السياسيين عندما اعلن وزير الماليه بانه ينوي تغييره سابقا واضاف بان بعض الاحزاب السياسيه من الممكن ان تتجه للمعارضه لكسب مشاعر المواطنين واشار الى ان الوضع الحالي يحتاج إلى علاج بتشكيل الحكومة وليس تغيير سعر الصرف كما قال وأشار حمر رشيد إلى أنه في حال إعادة صرف سعر صرف الدولار إلى مستوياته السابقة يقول بأن نظام النقد العراقي سيتعرض لهزة اقتصادية ونقدية طبعا وزارة المالية الحالية أعلنت بأن صادرات العراق النفطية تشكل 92% من إجمالي الموازنة العامة وتحدثت الوزارة وقالت بأن رواتب موظفي القطاع العام ارتفعت من 20% من عائدات النفط في عام 2005 إلى 120% في الوقت الحالي وأشارت إلى أن ارتفاع عدد سكان العراق بنسبة 53% شكلت أيضا كما قالت ضغطا على الاقتصاد العراقي بيّنت الوزارة بأن انخفاض إنتاجية العمالة في العراق خلال العقود الماضية وبحلول عام 2018 بلغت ربع مستوى عام 1979 أبو أحمد من البصرة يعاود الاتصال بنا تفضل أبو أحمد السلام عليكم أستاذ عمر أهلا وسهلا بك يا أهلا بك أستاذ عمر نعم تسمعني؟ أسمعك واضح اللي صعد الدولار هو التيار الصدري وعلى رأسها مقتدى الصدر اتفاقية مع حكومة الكاظمي ولما هسه قاعد يطالب يقول أنزل الدولار هذه كذوبة ثق بالله هذه كذوبة لأن اتفاقية بينه وبين الكاظمي لرفع الدولار وإذا تسمع أريد نقول مثل أكو كلام اللي انطرح على أساس صعدنا الدولار لا يتهرب هذه كذوبة شنو يتهرب الدولار شلون يتهرب الدولار يا أخي أنا خل واحد يكون حاجين هسه يقول لي يتهرب بيا طريقة يا أخي يعني إذا 120 يتهرب وإذا صار 145 ما يتهرب هذه كذوبة يا أخي هؤلاء قاعد يحكون على أنفسهم قاعد يدمرون بالشعب العراقي تقبلها يا أستاذ عمر يعني خل نكون منصفين يا أخي هذا كلامهم تقارير بالفعل تؤكد بأنه كلامهم. هذه يعني تهريب العملة بمضاربة الأسعار أقول لك أستاذ نعم. عمر هاي أنا سمعت كلام قبل أيام واحد أحد الإعلاميين سأل مقتدى الصدر قال له شو تقول بالاتفاقية الصينية قال له والله أنا ما حقيقة ما مقتنع بيها خاف تدخل للعراق وتنسرق شنو هو موبايل ينسرق يا أخي اتفاقية الصين موبايل ينسرق
هذه يا اخي هاي مو سياسه، هاي قشمره، هاي هؤلاء يضحكون على انفسهم، وهذا الشعب مع كل اسف مصدق. وكثير من اللي يتصلون هسه يقول لك والله تتهرب العمله، ايش تتهرب العمله يا اخي؟ انتم اللي قاعد تسمعون يا اخي يا عراق، ايش انتم قشامر ما تتهمون؟ تهموا القضيه يا اخي، هذا مجرد سرقه يا اخي. لما صعد الدولار عليك عده فد مصارف، عرفت شلون؟ وطرح حق زوج وسرق من عندك، اي معقوله والله مو تتهرب العمله، تتهرب بها طريقه يا اخي. شكرا لك، تحياتي لك. ابو احمد من البصره كان معنا. طبعا تخطي اسعار النفط عتبه 90 دولار امريكي للبرميل الواحد يضع العراق بحسب تقارير اقتصاديه في مأمن من الاقتراض الخارجي، اضافه الى تراجع حده العجز في موازنة 2022 التي من المفترض أن تستكمل خلال الشهرين المقبلين. طبعا هذا في حال أنه بلد يعني ليس فيه فساد مثل ما في العراق، وهو مصنف من أفسد بلدان العالم. مراقبون تساءلوا عن سبب عدم الإعلان الرسمي من الحكومة عن الفائض الذي حققته خلال الأشهر الماضية، لا سيما بأن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولار جراء تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، واليوم وصلت أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولار. وطبعا وزير النفط أحسان عبد الجبار توقع في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن تصل أسعار النفط إلى عتبة 100 دولار للبرميل الواحد في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري، مع انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوى لها، وبيّن بأن ميزانية الحكومة لعام 2022 يجب أن تستند إلى سعر نفط يتراوح بين 55 و60، وهو طبعا أكثر من 90 دولار. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ارتفاع أسعار النفط وما هي إمكانية إرجاع قيمة الدينار العراقي إلى ما قبل قرار البنك المركزي في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.